الأهلي فوق الجميع، المبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام، والأخلاقيات لا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة. اللاعب الجيد بدون أخلاق جيدة لن يستمر في الملاعب. أبرز كلمات الكابتن صالح سليم، الله يرحمك يا مايسترو. صالح سليم16 سنة مرت على رحيل المايسترو صالح سليم، 16 سنة وتحديدا عندما رحل 6 مايو 2002، بتاريخ كبير جدا. ربما رحل الجسد ولكن بقيت واستمرت الكلمات المؤثرة، استمر التاريخ، استمرت الأعمال، استمرت الأفعال، استمرت المقولات. صالح سليم اللي ولد في 11 سبتمبر 1930، واللي كانت بدايته مع النادي الأهلي وهو عنده 14 سنة لما دخل النادي الأهلي، واللي ترأس النادي الأهلي بعد ما عمل تاريخ كبير كلاعب في الفريق والمنتخب المصري، من السهل ان يكون في كيانات كبيرة موجودة، لكن من الصعب انك تحط قانون يحكم كيان كبير جدا، ومش أي قانون، قانون يكون أساسه المبادئ والأخلاق، قانون يمشي بالحب، والحب يكون جوه الكيان أقوى من أي قانون ليه سلطة تنفيذية. حتى بقت مبادئ النادي الأهلي جينات بيتوارثها جيل ورا جيل، من روح الفالنة الحمراء لأخلاق ومبادئ النادي الأهلي وقيم وضعوها كل رؤساء النادي الأهلي على مدار التاريخ. لكن يبقى الكابتن صالح سليم واحد من الأبرز من وضعوا المبادئ وفعلوها وعملوا بيها، والتاريخ لا ينسى مواقف في الجملة هنستعرضها النهاردة في حلقة خاصة جدا. بعد فقرة الانترو والتقديمة هيكون فقرة حوار مهمة جدا جدا مع الكاتب الكبير الأستاذ
سعيد وهبه هيتكلم عن مسيرة العظيم الراحل صالح سليم. وعشان النهارده حلقة خاصة جدا، هيكون الجزء الثاني هيكون معانا الأستاذ إبراهيم المنيسي مقدما، وهيكون معانا الأستاذ حامد عز الدين ضيف عشان نكمل بقية السيرة الخاصة ومواقف لا تنسى في تاريخ النادي الأهلي من خلال الكابتن صالح سليم. صفحة فيفا النهارده تذكرت رحيل العظيم المايسترو صالح سليم وكتبت رمز النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية والعربية، المايسترو صالح سليم توفي في مثل هذا اليوم من عام 2002 عن عمر يناهز 72 عاماً.